الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أهم أحد ثوابت العمل المصري الأفريقي المشترك، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، بما يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع على القارة الأفريقية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة ووزير وزير الموارد المائيه والري. أعلنت اللجان العامه بمحافظات الجمهوريه نتائج محاضر فرز اللجان الفرعيه بالانتخابات الرئاسيه 2024، وشهدت الانتخابات التي اجريت على مدار ثلاثه ايام اقبالا كثيفا من قبل الناخبين، ونافس خلالها اربعه مرشحين، حيث تمت تحت اشراف قضائي كامل. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وأيد القرار ثلاثة أربع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة حيث صوتت ضد القرار إلى جانب إسرائيل ثماني دول أخرى وأيدت 153 دولة القرار فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت من جانبه قال مندوب مندوب فلسطين لدى الامم المتحده رياض منصور ان الولايات المتحده لا يمكنها الاستمرار في تجاهل هذه القوه الهائله من رفض المجتمع الدولي للعدوان الاسرائيلي. <applause> وفي كلمته امام الجمعيه العامه للامم المتحده، قال مندوب مصر بالامم المتحده اسامه عبد الخالق ان ما تقوم به اسرائيل في قطاع غزه سيدخل المنطقه في حرب اقليميه، واكد مندوب مصر في الامم المتحده ان العدوان الاسرائيلي على غزه ادى الى انهيار النظام الصحي والانساني في القطاع، مشيرا الى ان مشروع القرار العربي الجديد يطالب بحمايه المدنيين ووقف الاباده الجماعيه. واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزه، واوضحت مصادر فلسطينيه استشهاد عدد من المواطنين في قصف اسرائيلي على منازل المواطنين بخان يونس، مشيره الى وجود اشتباكات عنيفه بين المقاومه وقوات الاحتلال المتوغله في خان يونس. ياتي هذا في الوقت الذي اعلن فيه الجيش الاسرائيلي مقتل ثمانيه عسكريين بينهم قائد الكتيبه في المعارك الدائره شمال قطاع غزه. اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي عددا من مدن وبلدات الضفه الغربيه المحتله، واوضحت مصادر فلسطينيه ان قوات الاحتلال حاصرت الحي الشرقي لجنين بعد تجدد الاشتباكات مع المقاومه، مشيره الى ان الاحتلال عزز الياته وجرافاته في المنطقه، وفي بيت لحم اصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الذي داهم عددا من المنازل واعتقل العشرات. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان سيسافر إلى إسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع حكومة الحرب الإسرائيلية بشأن الأوضاع بقطاع غزة وأكد بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إن سوليفان سيؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وكذلك الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين في غزة وكان بايدن قد حذر في وقت سابق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من خساره اسرائيل للدعم العالمي في حربها بقطاع غزه بسبب قصفها العشوائي للقطاع قر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يتيح ترحيل مهاجرين, مهاجرين الى رواندا وقال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك ان حكومته ستعمل الان من اجل ادراج هذا القانون بما يتيح اقلاع الرحلات الى رواندا ووضع حد لقوارب المهاجرين الوافدين عبر بحر المانش انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل